قال مسؤول في فريق شابي كونسي البرازيلي إنه من غير المؤكد تحديد موعد لعدد جثث لاعبي الفريق الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرات البوليفية إلى البلاد. في الواقع أن عدم اطلاع حريق على متن الطائرة ساعد على العثور على وثائق أفراد طاقم أخرى خاصة بلاعبي فريق شابي كونسي والهيئة الفنية لفريق من خلال التقديد الرقمي لهويتهم. ثلاثة لاعبين واثنان من طاقم الطائرة بالإضافة إلى صحفي هم فقط الناجون من حادثة تحطم الطائرة. في الأثناء قال أطباء أن حارس مرمى الفريق جاكسون فولمان يتعافى تدريجيا بعد بتر ساقه اليمنى، بينما لا يزال المدافع هيليو نيتو يرقد في العناية المكثفة بسبب تعرض رأسه وصدره ورئتيه لإصابات خطيرة جراء الحادث، في حين خضع المدافع الآخر ألان روشيل لجراحة في العمود الفقري. أما الصحفي فهو في حالة حرجة جراء إصابة الرئتين وكسور عديدة وخطيرة في الضلوع، لكن لحسن الحظ لم يصب فردا الطاقم بجروح خطيرة. هذا وتجمع مشجعو الفريق خارج الملعب تكريما للضحايا، فيما أعلنت البرازيل حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا.